هذا غير تعرف الفنانين دريك اغلبيتهم ماشي اولا اول فنانه، ولكن فنانين ما يمكن ما لحقهم الخبر، لان هي فنانه محبوبه عند الفنانين جميعا، ولا يعني هذا هو اللي هذا هو التفسير لنا. ما كان ظن على انه اللي عرف واللي سمع بها ما ولا يجي. لقيتوا خبر الوفاه ديال الصبح من عند المناجر ديالي. فعلا يعني انسان ما دائما خبر ليس سهل، دائما حاله الوفاه هي اخر شيء قد يسمع. نعم الله يرحمها ويوسع عليها. كيفاش كانت الصحضره كانت بينك وبينها يعني ختاما؟ يعني هي فنانه لبقه، فنانه متواضعه، فنانه كما كنقولوا راسها صغير الله يرحمها ويوسع عليها، وفنانه عطات واحد الصوره زينه للشيخه المغربيه. كتبين خير الناس والله الله يرحمها ويوسع عليها. وحنا هما اللي كنشهدوا لها، حنا هما اللي وانا هما اللي نشهد لها انها فنانه متواضعه الله يرحمها ويوسع عليها. هي صديقتنا والله يرحمها ويوسع عليها. دريك هي اللي خاصنا نقولوا لها، اللي خاصنا نعدوا لها هو الدعاء. دريك هو ما لا يفيد ولا شيء الا الدعاء لها. احنا ندعو لها بالرحمه وبالمغفره والله يرحم المسلمين كاملين ويرحمني اللي عندنا كيف تا واسمحوا لي.